بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 29 بعد 120. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء متجدد من برنامج نور على الدرب. في هذه الحلقة نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بهذا السؤال من الأخ سلمان، يقول: الصدق خلق عظيم من أهم أخلاق المسلم، والصدق مرآة النفس النزيهة، فالصادق يكشف عن نزاهة نفسه فليس فيه أي التواء، والصدق سجية كريمة تدل على سلامة الفطرة. نرجو من فضيلتكم إرشادنا بالدليل في هذا الموضوع، الحديث عن أهمية الصدق بالنسبة للمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الصدق خلق كريم مدحه الله عز وجل، ومدحه الرسول صلى الله عليه وسلم، ومدحه الحكماء في أشعارهم وأمثالهم. فالصدق خصلة كريمة يتحلى بها المؤمن خصوصا، وأهل الشيم عموما يتحاشون الكذب، يتحاشون ضدها وهو الكذب. الله جل وعلا أثنى على الصادقين: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وفرق ما بين المؤمن والمنافق أن المؤمن يصدق في قوله، والمنافق إذا حدث كذب. الصدق خلق كريم وصفة عظيمة، والواجب على المؤمن أن يتحلى بالصدق مع الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. كذلك مع نفسه، يصدق مع نفسه يعني يحملها على ما ينفعها ويجنبها ما يضرها، ويصدق مع الناس في حديثه وفي أخباره وفي تعامله، فيتحلى بالصدق في جميع أموره ويتحاشى الكذب ويبتعد عنه. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى السؤال بعثه أبو عبد الرحمن، يقول: هل هناك أجر في قراءة الأحاديث النبوية كما هو الحال في قراءة القرآن الكريم؟ نعم، قراءة الأحاديث النبوية الصحيحة لأجل العمل بها والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به، في ذلك أجر عظيم، ولكنها ليست مثل القرآن الكريم، لأن القرآن كلام الله جل وعلا، وفي الحديث: من قرأ آية من كتاب الله فله، من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تلاوة القرآن فيها أجر عظيم، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. وكذلك يؤجر المسلم على قراءته لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان قصده من ذلك تعلم العلم النافع والعمل بها والاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يقول أنه مقيم في المملكة، يقول: ما هي شروط الإسلام، وهل الإيمان بالقلب يكفي ليكون الإنسان مسلما؟ شروط الإسلام أن يأتي بأركانه وواجباته. قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، تصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان.
ثم بقية الواجبات وترك المحرمات هذه من حقوق الإسلام ومكملات الإسلام، والإسلام كل ما أمر الله به من الطاعات وترك كل ما نهى الله عنه، إن هذا هو الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا تعريفه. وأما أركانه فهو الأركان الخمسة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الإيمان فله أركان أيضا، قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلا بد أن تجتمع هذه الأركان، أركان الإسلام وأركان الإيمان، لا بد أن تجتمع في المسلم. فالأركان تكون الأعمال الباطنة، والإسلام يكون في الأعمال الظاهرة، فيكون مؤمنا ظاهرا وباطنا. وأما المنافق فإنه يأتي بالأعمال الظاهرة لكن ليس عنده الإيمان في قلبه، يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا، سمى مسلما فجر عليه أحكام الإسلام الظاهرة ولكنه عند الله ليس بمسلم وليس بمؤمن. ولا يكون الإسلام صحيحا مقبولا إلا مع الإيمان بالله عز وجل، ولا يكون الإيمان صحيحا إلا مع الإسلام. فلا بد أن تظهر عليه الأعمال الصالحة على قوله وفعله وتصرفاته، ولا يكفي أن يقال أنه مؤمن في قلبه دون أن يظهر ذلك على تصرفاته وأقواله وأفعاله. فلا بد أن يكون مؤمنا ومسلما في آن واحد، وهذا يختلف باختلاف الناس، فمنهم من إيمانه قوي، ومنهم من إيمانه ضعيف، ومنهم من إيمانه متوسط، ومنهم من ليس عنده إيمان وهو المنافق وإن كان مسلما في الظاهر. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. نذكر الإخوة المستمعين الكرام بأننا معهم في برنامج نور على الدرب. أنتقل إلى سائل آخر يسأل حفظكم الله، يقول: هل يجوز تخصيص أي يوم أو ليلة أو شهر أو أمراض مختلفة بأدعية خاصة؟ لا يجوز تخصيص شيء من هذه الأشياء إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولكن على العموم الدعاء مطلوب، دعاء الله عز وجل مطلوب، ذكر الله مطلوب، أما التخصيص يعني مطلوب على وجه العموم، أما التخصيص فلا بد من دليل على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. أيضا هذا السائل يقول: يعتقد بعض الناس سقوط التكاليف الشرعية عن كبار السن أو المريض الذي لا يرجى برؤه، ما صحة هذا؟ هذا ظن باطل وكلام باطل، لا يسقط العمل عن المسلم ما دام عقله موجودا، ما دام عقله موجودا وفكره حاضرا فإنه لا يسقط عنه العمل، ولكن يعمل بحسب استطاعته، قوله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فما دام المسلم حيا عاقلا مدركا فلا يسقط عنه العمل، ولكنه يأتي منه بما يستطيع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أو السائلة عفوا أم صالح من الرياض تقول: ما هي المعصية ومتى تكون مخرجة من الدين؟ المعصية هي مخالفة أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. المعصية مخالفة الأمر الشرعي، هذه هي المعصية، وهي تختلف، منها ما يكون كفرا، ومنها ما يكون فسقا، ومنها ما يكون دون ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والله جل وعلا يقول: وحبب إليكم الإيمان، زينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. دل على أن المعصية أنواع، منها ما هو كفر، ومنها ما هو فسوق، ومنها ما هو عصيان. نعم. أحسن الله إليكم. وتواصل مع مستمعين الكرام ومع هذا السؤال من سالم اليحيوي من جدة، يقول: ما أثر الإيمان بالغيب في عقيدة المسلم وسببا لانتشار المحبة في المجتمع؟ لا بد من الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب وهو ما غاب من الأمور الماضية والأمور المستقبلة في الدنيا وفي الآخرة من كل ما أخبرت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، يصدق بذلك ويؤمن به إيمانا لا يخالجه شك أو ارتياب، لأنه خبر صادر عن الصادق المصدوق. هذا الإيمان بالغيب لا شك أنه هو أصل الإيمان بالله عز وجل. وأما الذي لا يؤمن إلا بما يشاهد وما يرى هذا ليس بمؤمن، إنما الإيمان الأصل إنما هو الإيمان بالغيب، وذلك أن تؤمن بكل ما أخبر الله به وبكل ما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من الغيوب الماضية والغيوب المستقبلة في الدنيا والآخرة.
نعم. سؤاله الآخر يقول: ما هو مقتضى الإيمان بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم؟ مقتضى الإيمان بالرسول تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الأمور هي الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، أن تثبت رسالته وتعترف بها ظاهرا وباطنا، وأن تطيعه فيما أمرك به، وأن تجتنب ما نهاك عنه. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وأن لا تعبد الله إلا بما شرعه، إلا بما شرعه لك، فلا تعتبد البدع والمحدثات التي لم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكذلك تصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر عنه من الماضي والمستقبل، تصدقه في ذلك لأنه خبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، فلا يعتريك شك في أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صحت عنه. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، سعيد صالح من المدينة المنورة، على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، يقول: لماذا تكفل الله عز وجل بحفظ القرآن الكريم دون بقية كتبه، وما المراد بحفظه من خلال قوله عز وجل: وإنا له لحافظون؟ نعم، الله تكفل بحفظ هذا القرآن من العبث أو التغيير أو التبديل، لأنه الكتاب الباقي إلى أن تقوم الساعة، حجة على الأمة وحجة لهم ليعملوا به ويستقيموا عليه، وحجة على المخالف. الله تكفل بحفظه، ما الكتب السابقة فإن الله وكل حفظها إلى الأحبار والرهبان وضيعوها، وهذا من الابتلاء والامتحان، أن الله وكل حفظها إليهم ابتلاء وامتحانا لهم فضيعوا الأمانة. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر، محمد من الرياض، يقول: من خلال قول الله عز وجل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يقول: ما هي الشفاعة، وهل تطلب الشفاعة من غير الله، وهل لها أنواع؟ الشفاعة الأصل هي الوساطة في تحصيل المطلوب، في تحصيل المطلوب عند من يملك ذلك. الشفاعة تكون عند الله وتكون عند الخلق، فتشفع عند الخلق الذين عندهم حوائج الناس كالملوك والرؤساء والأكابر، عندهم حوائج الخلق، تشفع عندهم لقضاء حوائج الناس، وهذا فيه فضل إذا كانت الشفاعة في أمور مباحة ونافعة. أما إذا كانت الشفاعة في أمور ضارة وأمور محرمة هي شفاعة سيئة. قال تعالى: من يشفع شفاعة حسنة كله نصيب منها، من يشفع شفاعة سيئة، من يشفع شفاعة حسنة فله نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة فله كفل منها، فعليه إثم. الشفاعة السيئة في الأمور المحرمة، في الشفاعة في إسقاط الحدود، والشفاعة في ظلم الناس وأخذ أموالهم واغتصاب الأموال، هذه محرمة لا تجوز لأنها ظلم. هذه الشفاعة عند الخلق. قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء. وأما الشفاعة عند الله فهي أن تدعو لأخيك بالمغفرة بالرحمة بقضاء حوائجه، لشفاعة عند الله، الدعاء شفاعة. فإذا طلب منك أخوك أن تدعو الله له بقضاء حوائجه المباحة والنافعة فدعوت الله له وقد شفعت له. وأما الشفاعة عنده يوم القيامة بدخول الجنة والخروج من النار، هذه لابد لها من شرطين. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان، عنده معصية كبيرة ويستحق عقوبة، فأن تشفع له عند الله أو يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم عند الله ليتوب عليه من العقوبة. أما إذا كان المشفوع فيه من أهل الكفر والشرك فهذا لا يجوز الشفاعة ولا يقبلها الله، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فلا بد من هذين الشرطين: إذن الله للشافع أن يشفع، ورضاه عن المشفوع فيه بأن يكون من أهل الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم الشيخ صالح. انتقل إلى سائل آخر بعث بسؤاله، يقول: ما حكم الاحتجاج بالقدر في ترك ما أمر الله وكذلك عند المصائب؟ لا يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك الأوامر وعلى المعاصي، لأن هذا من فعل العبد واختيار العبد، فلا حجة له. وأما الاحتجاج بالقضاء والقدر
يقدر على كاره والمصائب فهو صحيح، لئلا يجزع الإنسان، لئلا يجزع الإنسان ويتسخط. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الله بكل شيء عليم. فهو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم ولا يجزع. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يصبرون ولا يتكلمون إلا بخير ولا يسخطون، لأنه ليس لهم حيلة في العقوبات، إنما الحيلة في أفعالهم هم، أنهم يتركون المعاصي ويبادرون بالطاعات ويتوبون من السيئات. فالقضاء والقدر يحتج بهما على المصائب التي لا صنع للإنسان فيها، وأما على فعل الأوامر وترك النواهي فلا حجة لأحد في ذلك، لأن العاصي عصى باختياره والمطيع طاع باختياره، فهو غير معذور في هذا. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني القضاء والقدر، من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم، يعني أخبرناكم بذلك لأن هذا يذهب عنكم الحزن والسخط والجزع، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، يعني فرح بطر وأشر وكبر. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. السائل يقول: هل يجوز الإمساك بالمصحف المفسر بدون طهارة والمقصود به هو المصحف الذي على جوانبه تفسير للقرآن الكريم أو لبعض كلماته؟ إذا كان المصحف المفسر قد جعل القرآن في وسطه داخل برواز صفحات كاملة والتفسير على هوامشه حواشيه، فهذا مصحف لا يجوز مسه إلا بطهارة. أما إذا كانت الآيات مكتوبة ومعها تفسيرها أو شرح معانيها ولم تكن في صفحات معدة إعداد المصحف فلا بأس بمسها، لأن هذا تفسير، لا يقال له مصحف، يقال له كتاب تفسير. نعم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، يقول السائل: من بيده جرح ولا يصله الماء ولم يتيمم عليه، ماذا عليه؟ إذا كان هذا الجرح مغطى بلصوق أو بجبيرة فوقه فإنه يمسح عليها ويكفيه هذا عن غسل ما تحتها. أما إذا كان هذا الجرح غير مغطى ولم يصل إليه الماء أو يضره الماء فإنه يتيمم عنه، فإن صلى ولم يتيمم ولم يمسح على الجبيرة أو على اللصوق فإن وضوءه ناقص، عليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم، وأسأل الله العلي القدير أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، جزا الله الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا. أيها الإخوة الكرام، هذه تحية من الزميل عثمان ابن عبد الكريم الجويبر. أسئلتكم تصلنا على فاكس البرنامج 442-5543 أو على جوال البرنامج 0543-700-700. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.